الفاتورة بتاعت القرارات دي قد إيه؟ طب تعالى ناخد منها جزء، على سبيل المثال المعاشات، الفاتورة دي تكلف قد إيه؟ تعالى ناخد معانا على التليفون سيادة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات. أهلا 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 يا فندم. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا. أهلا. المعاشات كده يا فندم هتزيد على آخر في إبريل 15%؟ على أول إبريل. يعني المرتب اللي جاي ده او المعاش اللي جاي ولا اللي بعده؟ اللي جاي على طول ده؟ زي ما قلنا كده ان المعاش بيصرف اول الشهر. المعاش بيصرف اول الشهر، المرتب هو اللي اخر الشهر، صح؟ بخلاف المرتب. فاحنا معاش شهر ابريل، معاش شهر ابريل بيصرف يوم 1/4. جميل. ان شاء الله كمان 26 يوم نكون بنصرف الزياده 15%. بإذن الله. بإذن الله. طيب كده يا فندم المستفيدين قد إيه؟ وده تكلفته هيبقى قد إيه؟ إحنا عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وصل 11 مليون تقريبا. الحد الأدنى للزيادة هيبقى 170 جنيه. الحد الأقصى ليها هيبقى 1635 جنيه. إجمالي التكلفة السنوية لل 15% 55 مليار جنيه. الله أكبر. 55 مليار جنيه في السنة. المفروض إن زي ما حضرتك أشرت في المقدمة إن خدنا إجراءات مشابهة السنة اللي فاتت. أيوه. 13%. عملية تكبير صرف، بدل ما كانت الزيادة هتيجي في شهر 7 إحنا بنبكر صرفها لشهر 4. صح. تكلفة التبكير ده بس إن إحنا هنصرف الزيادة بدري 3 شهور هتعمل 14 مليار جنيه. كل ده كل ده تتحمله الدولة من موازنتها. ما احنا جزء من الدولة طبعا. ايوه بالتأكيد بالتأكيد. يعني احنا بدءا من 1 ابريل هيصرف المعاش بزيادة ال 15%. بإذن الله ان شاء الله. والله يا ست اللواء مش عارفين نقول لكم ايه. اولا يعني شكرا في المطلق، ودايما تعبين حضرتك ودايما مسهرين حضرتك معانا يا فندم. تحت امركم. هو الشكر لفخامه الرئيس يعني لاحساسه العالي جدا باصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. استاذ يوسف احنا لسه من 4 شهور فقط، من 4 شهور فقط قرر سيادته ان احنا برضو نتدخل بحزمه، ولسه عاملين منحة شهرية مستمرة طول العمر ب 300 جنيه لكل صاحب معاش. صحيح. دي كانت تكلفتها 32 مليار. الكلام ده كان من 4 شهور فقط. مظبوط. ودلوقتي تبكير صرف مع تحديد نسبة الزيادة ب 15%، ودي أعلى نسبة يسمح بها قانون المعاشات. عظيم جدا عظيم كل جدا. كل الشكر لفخامه الرئيس على القرار. وزي ما حضرتك قلت ان الحد الادنى هيبقى حوالي 165، صح كده؟ 170 جنيه. 170، والحد الاقصى 1635. 35 عشان ابقى حافظ بس كده وانا بشتغل. اشكرك يا فندم. الف 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 شكر ليك يا فندم سياده اللواء جمال عوض، رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامينات والمعاشات. طيب